هدي جنة ذا تكتو أفر شيء وأدون كل جواي بهرت مركو وهر الشباب لقوب بشارين كون وحلو قرن يا ما دي منشت لما شذي إلهي وكذا فيا لن تموت وحكفي عن مجرى هذا ندن كذا آد وما قرن ينو أرن أن سورتو بين إن يتهيبا أبنه مركزاس أوجد آد ما فهم ما فهم كرو لكن حق مركها تكتو وأدركت وحى لغوسيي يوحى يهين هدان لغو بشارين لهين لغو أوران لهين ولقا كما تقيسد ودمان ميسد ما آذان دارين تين يعني ومرقون لهين كو وحى لغو ليه يهي موت ما أركيسد إن بضن با إلها قرآن كنو الشيء خالدين فيها أبدا سيقارا لو تلمام أولا حولي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لما شمر لدى منا ينتيه رأوه فلان تيه رأوه يسومرين لكن لما شد ما مجرد لا يموتون بل وحاسو واردي إنسي لو إطمئنانيه وقلبي قودوا أيو دقان أيابا وحال أرانيا موتك ملك الموت ما عدد بكو خلدما ملك الموت ملك شريف وشاقه إلهي ودنهم بقبتا سيقو وحبدا بملك لكن موتك لما شدي قيريدي وحي قيري لورنجري با إلهي وان كردغا يا وان اللي سودونو إلهي وحسو رأي كيري سو وحل إلها مجرد وان با إلهي كردغا وحلو رن هاي أهل الجنة ما ركتان كان ها وان محي وها كيري ما كيري دي بها وان لقو رعي وكاس خلاص موت كي وارد انت مركا مرد هون إيسان خلاص هده كدي مركا فرحي با أصيب بضاني أهل النار نهرتو ذا لقو رعي يقال محا أصيب بضاني حزني يمرق با أصيب بضاني مرد هون إيسان بالي أدون كمان تا دادك جوغا يعني دمشا مية كما قالين مال كاستبر دمشا لغا بقايا قري كاستور لسمية هذا قري هاس نكاس أردية دربية لغو دجي محال لغو جيدا محوك عرارة يعني قاس نالك عقاركا ننك أردية ما ركتا يا دمشا وك عرارة وانكاس ودمدان قال هذا أقوى بدن ماله إن هذا يكون دجية لكن واش قال هذا قل كسوت ما دين نينك لما شد ما شو كعرر الله بأسمية الباب كعرر هذا ديارة ما صور راعي ولي بكرسي هران كفر ديو في عن ديارة اللوجو تلا قال إن لوجو راح يشتو واه واه واسح لكن مركوه الرئيس أنت هنا كعن وحلو شيء جي هذا ديارة دو أي دعو لما شد ما شيء لكعرر الله يريد هالك كبح تاس كلا كبح هذا مال بدو كل دعو سترة النجاة وحليرة وبهاش المبارسين بدو كل قن يقف كيبو حلو شيء يا سيدو لما شهدو عرر لها وحكا لما شكف كذا نواب الأول دون تنوى سيدو كلي باخر هذا الشيخ عبد القادر ما شكي مادين دون توين لو قلت لك اللغو راحشت دوما يري يري كل جيانو لما شهدو لغا عرر في كل مكان لما شهدو لغا عرر بابور كان ديلا فورسون كحيرو وحي كل ديكرا ودلمانيس ثم في الجنة ما دي منيش مال بعدن كسو دعيني دبان كوغو دعيني وحباد وي ابد الابدين ونولان وايه ولي قوا نولات ادونك هدي وخوغي ليس كا دايه ما حد كو دنبين ما حد كو دنبين غبو واد كو دنبينيش او غبو مو في عنبا ما فينا وحو يري ايام من يؤمل طول الحياه وطول الحياه عليه ضرر اذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر وحو يري ورنكا نولشد دير جعلو ميادن اوغين هداد قبوذو بعد شباب لماذا اي كاتكتو الينا نولش نولل في عن نقنين نولل في عن ما وابتي ولا ان ابن ابوك وكما قال الهي وي وانا انا لا فري ان دعينا قدرنا ونعوذ بك من ان نرد الى ارذل العمر ارذل العمر ما حكينا واير الاسكا دايو بس هو في مالهن او ضد كهذا tiknoolojiga iyo horumarkaan sameeyay ee dhalinyaro markay ahaayeen hadda markay gaboobeen meelaha lagu xareeyay taga waxay ka mid tahay aayadaha aad ku cibra qaadanayso sidee noloshoodu ay nolol xun u noqotay waa kuwa meelaha lagu xareeyay odayaasha iyo islaamaha gaboobay iyo lagu xareeyay waa taas weeyaan waa shay baqiid oo xun laakiin fil janna ilaahay taasna uu ka dhaafayo abadal aabidiin adoon nool baad haddana weligaa dhalinyaro ahaanaysa 33 sano ma dhaafaysid adigii awoogaagii بقول أبوه ماشي هاد خطر سنة إيش إسكو دا أمباتي هدي إلهي جنة دي سوكين كيان إسكو دا أمباتي سو نع أرين أدو وراكسن ما أرين وراكسن ما تعمل سما
dhalinyaradiina ma daraysanayd, laakiin odayaasheenna soo gaboobay baa dareemay. waxaa la yihi dhalinyaro maduu dalaalaa, waxbuu isu keenaa, wax markii wixii isugu dubarimeen oo lacagtii iyo wixii iyo gurigii iyo baagaarigii iyo waxa dhan sameeyey ayaa gabowga ku bilaabanaya. Marka waxaa la leeyahay, sidii hore ma tihid, cuntadii hore ma cunaysid, kan sokoraa ku jira iska ilaali, kanna wax milix baa ku jira dhiig kar iska ilaali, baruurtan iyo alaabtanna iska ilaali, wadnaha kugu dhufan, fadhi ma jiro, orod waa inaad orodaa, oo aawe meer goor muu raaxaysane, mataa yartaax, bal ka waran marka daar haddaad aan waxaasoo dhan ba adan maqlay filjanna ma maqlaysid, laa dhiig kar walaa sokor walaa balaawi walaa saratan walaa marad. Waa arrinta saddexaad oo ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad buu ku siin, lan tamrada abadan. Qolooyin dhakhaatiiraan beri ku iri jannada haddaad tagtaan shaqo ma helaysaane, hadda wax kale kasii shaqaysta, lianna dhakhtarku muxuu ka shaqaynaa haddii dadku jirani. ilaahay subxaana wa tacaala dadka jannada jooga u baahin maayo dhakhtar, lianna ilaahay maradkii uu ka cafiyey, maa yamraduun, maalin meel kuma xanuunayso. arrinta afaraad, barwaaqo isdaba joogtaa oodan wax alla waxaad u baahato aadan waayeyn kullu shay. walaalayaal, daaraha jannadu waxay ka samaysan yihiin siduu nebigu noo sheegay, labinatun min dahab, yacni dhagax ama buluketi dheh waa hal dahab, tan kalena waa fida, shamiintada isku qabanaysa waa miskul adfar, turbatuha min azacfaraan, xasbauha min allu'lu'i walyaquut. yacni meeshii ay jannada nolosheeda fiican gaadhay waxaa la yidhi awliyaaullaahi gacmaha markay isqabsadaan oo ay meel u socdaan oo ay saa u marayaan, geeduhu iyagaa ka leexanaya, iyagu kale yacni gacantooda ma kala tegayso. hadda haddii geed kaa hor yimaado adiga saaxiibkaa gacantay seysta, soo kala leexan maysaan, gacma sii diin maysaan, lama ogola jannada sidaas, geeduhu iyagaa idinka leexanaya. wuxuu ilaahay daa'iman ku celceliyaa qur'aanka calaa sururin mutaqaabiliin, mutaqaabiliin, mutaqaabiliinta ilaahay uu sheegay baa layidhi waa arrin xaqiiqi oo dhab ahoo, markii ay is arkayaan waa mutaqaabiliin, markay kala tegayaanna waa mutaqaabiliin. see waay waxaa la yidhi nin walba sariirtiisu ku dangigsan yahay, walaalkii baa u yimid, ma garanaysaa, waa la fadhiistay, waa la sheekaystay, ilen way kashe, ilaahay wuu noo sheegay inay adduunyada ka sheekaysan doonaan, maalin hebel ma la socotaa, anu meeshaa fadhiisannay, maalintaasaa ilaahay noo dembi dhaafay, alla fiican, waa ka sheekaysanaya. markay kala tegayaan, nin walba ninka kale inuu dahrigiisa ama dhabarkiisa arka lama ogola, sariirtiisaa la duulaysa, kanna sariirtiisaa la duulaysa, iyagoo wejigoodii isu muuqdo ayay kala dhammaanayaan. adduunyada yaa helay taas, xataa madaxweyneyaasha adduunyada markay is arkaan soo dhabarka isu masii jeedayaan markay kala tegayaan, yaa dhabarka isu ahaan maaragtay istiqbaalka muluugta iyo boqorada, waxay jecel yihiin meesha ugu fiican, boqor baa waddanka yimid, boqorka kale meesha ugu wanaagsan, hadhow markii la kala tegaayo waxaa weeye dee waa inuu qasab, wuxuu ku qasban yahay inuu dhabarka usii jeediyo, markuu diyaaradda iriddeeda marayo kusoo jeedsanaya oo gacanta taagaya. ahlulljanna bifadli illah, markii ay kulmaan waa mutaqaabiliin, markay kala tegayaanna waa mutaqaabiliin. anhaarun min aljanna, nahrun min laban, nahrun min casal, nahrun min khamrin ladatin lishaaribiina, baa ilaahay subxaana wa tacaala jannada dhexdeeda dhigay. naciim, iyo barwaaqo aan kala joogsanaynin oo aan malal lahayn. yacni adduunyada waxaa la yidhi xataa dadka wax haysta ee maalqabeynta fara badan marka dambe way naxayaan. waxaad arkaysaa hadda mathalan arabahaasi, waxaad arkaysaa qusfuur wuxuu ku jiraa, yacni teknolojiga gaalada ay samayso dhan buu xagga geeyey, markaasaa meel kasta isfuraysaa oo meel kasta oo barkad sibaaxa oo meel lagu dabaasho inta ka, haddana maalinta dambe waxaad u malaysaa duqii waxaasoo dhan haystay oo mundul yar ka samaystay meel baadiye ah, waada yiro maxaad kan kasoo doontay, kanaabadaysataa, waxaa ku leeyahay malal baa igu dhaco, waa kasoo caajisay nicmada iyo barwaaqadii badnay oo xoga yaro rafaad u daydayanaya. ilaahay wuxuu yidhi baa layidhi biljanna ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat kaanat lahum jannaatu lfirdawsi nuzulaa khaalidiina fiiha laa yabguuna canha xiwalaa. waxyaalaha ilaahay uu jannada ka dhaafay waxaa ka mid a malal ku dhici maayo, weligood ma doonayaan inay meeshaan meel aan kahayn, lianna maalin kaste nicma mutajadiday ku jirayaan oo cusub oo barwaaqo ah, rag iyo dumarba. raggana ilaahay wuxuu siiyey xuurulciin oo jamaalkooda iyo quruxdooda ilaahay uu nooga warramay, nebiguna nooga warram. horta ilaahay subxaana wa tacaala hadal badanba ugama baahnino, allihii quruxda sameeyey, quruxda fi dunya ilaahay baa sameeyey mugta, allihii quruxda sameeyeyba hadduu yidhi waa gabdho qurquruxsan, maxaad ka filaysaa marka? ila adugu haddaad tiraa waxbaa quruxsan, wax kastaan iska odhan karnaa, laakiin kii quruxda abuuray hadduu yidhaah jalla jalaaluhu fiiha khayraatun xisaan, gabdho khayraad oo xisaan oo qurqurux badan, ida kaan khaaliqu ljamaal hadduu saa yidhi maxaa la sugaya marka?
وبعدين قبلها مؤمنات كصالحات كنا ويكسي قروح بدنانا يعني حور عينت ودرجات كي قدن بيي في الجمال با إلهي سينا يا خالق الصور هو الله كي قدن بيي با إلهي سينا. هذا هو النعيم في الجنة وبرواقضة قبلنا جنة ذاتك إلهي وحكرنا يا بقرد تاج كذا ما رح الله صار تاج تاج ولا ما يقال يا دائما كأوير كتلا أيارول كإرك شرقا وغربا وإسقاب سنة يا إفتين كيس أبو النبي عليه الصلاة والسلام مصر أما فسليتي ونغاد فربضا أما جنبه حد دون تبدأ هو قبلنا جنة جوكتو أي حرنا إيش أدون كهدي لكينه دبل إنه وحل عقيا له دولار يذهب ليش قدره ما جوين كران هل مصر ما جوين كران ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ودقون كانوا يحنون بيقولوا إذا هل تين أو تين تي هذا كم إذا هدي أدون كتماتهم ودقون با مشرق يا مغرب إسقاب صلى لها بيقولوا نبقى يري صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه حق هذا ما دعيتم إليه تلنا وقويا لتاسوي مركا ورئي لما أنتس قبا قبو جنة ننكي وآي جهنم أضم بيس الله نقا كري جهنم الله نقا كري وما أهاينا إنا لغا شيكين يدنا ولغا شيكيا وعذاب ويان وجحيم وضبط ومقرن إيساء وقعر دير وقفكي الله نغا كوري لغو تورة وضباطا سنو وسيقت قدوم وإلى سل كذا وكقارو قاجا لغو سلضايا عنتدا يعنى يانا وزقوم وقيد هدي حل لان لغا كيني لهابو نبي عليه الصلاة والسلام لا أفسدت في الناس حياتهم نولو شادونك ويكاه لين لاي وشجرة الزقوم ويكو قسميه ويعنى يان وحا أيكو عبيانا وبي حميمه أفكود أنتو سوغان وجهه وشيلميو أيو نبي صلى الله عليه وسلم نوشي عذاب كاسي كجريان ووليب مزيده لو كردينيو أو استغاثده ذا إيا دعاده ذا لا أقبل مايو مروحي بريايان أو إلا هضيان ملائكة عذابيسا ربي إنو الله هضبال إنو مالين هل مالينو نغا خفيفيو قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بألوغ جوابيا مروحي لها لذاتك مؤمنين تأها أو جنة قال يورنيان بل وحى إلهي نسي وحن نقصي بيها وحن نقصي مركز يحيق جواب إن الله حرمهما على الكافرين مركز إنت أبا كقوستان بين مركز دم ورنيان وحي إنك خير بدن ربي جين بجري ربي جين بما توصوا بريدان مركز ربي قول الله الله ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ساسان وأهين ظالمين بان وأهين إلهي وودن بمن سمين إلهي نسكين عفي وماشا نقصها إلهي محوق جوابي قال وحوري اخسأوا فيها ولا تكلموا هاي لها الدين هل كاكوهوق أو هاي لها الدين ولي إنها لها الدين إلهي باساو مركز قوسنا مركز هذا إلهي وحو أمر يا بالليل إن مركي هو روي وفرنيد الباب كذي لحروق جهنم عليهم نار مؤصدة مركز هذا الغوح لا يابا سيان هذا الذنب الله وقم قال أبدا لا بدين هل كاكو جيران الله نقا كريو وحاوي قلوب اسكرم تيبا يعني هاي سنة بريها الذنب أدون كان وحيا لها أن أكون مشغول سنة هاي بقلب يعني وآخر ورومي سنة لكن رومين تين رنتي رومين مال سيت على حلم ماهر رومين قفك كل ديسة إنه قلق كجر ماها لكن تذكي هو المركز مغشو نبي أصحابتي سي تابعين حسن البصري رحمه الله ننك شاكيني وحوير كان الحسن وحوير سد حسف في كسفي وحوير هدي مركز دركته مركز صدر دركته مرغدي سوجي سكم مقطع وحدوها يستها نين هذا علمه أما قفكو أدو جعل سوء سيء وكسو النقضي مروغاد أدو جيسا كارك تبات كارك لهيد الداد مركز سبارك حدونا نحفر استنى وحاد أولا لهيد بويري نين كان من ندل وحكومة يو سيفتي حد دوش أي كسارة تايبا قلق يا اضطراب باكو جرى هدي جهنم الله شيء بويري كلمة جهنم يعني هذا أنا وان شيء اسك عادبانا هاي قارك مواب شيء قاروا بسكو قسليان با حسن البصري وحو يري هدي كلمة جهنم ومغلوه فكأنها لم تخلق إلا له وحد قادنا يسانك أركا وحمر كم وقنا يا حسن البصري مركو جهنم ما قاعد مغلو وحورنا يا طلو جهنم هذا الشيء ما حسن البصري كل جيد كل جيس بالله أبو رين اللي قليه وقف كلام قلي ما يوم يا محسن اللي شو قال يا أبو رين وحدو كلمة جهنم أو مغلا فقط يعني ننسى الحين تكم إذا مركو أقريي فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية خر مغشيا عليه فمات مركبه روكا دنت تذكي هو رساسي أهاين
maxaa yeelay rumayntooda ayaa rumayn dhaba ahayd. Yani anuu intaana halkan aana iman Sweden ama Stockholm, yani waan maqli jiray, waan maqli jiray, ma beenin karin, lianahu waa bidaruura mutawaatira balad jira inuu yahay. London inay jirto maana tegin hadda ka hor, yani inta waan tegay hadda, lakin intaana tegin ma inkiri karin, lakin yani maana tegin. Markaan tegay yaqiinan baan u arkay soo ma asxaabta nabiga iyo dadkii saalixiinta ahaa, dad waxay gaadheen haddii aakhiraba loo kashfin lahaa yaqiinaba u korandheenba, kaanahum caayashuuha tamaaman 100%. marka tawfiiqda allahna waafajiyo. waxaa aakhira looga sheekeynaya waxa weye walaalayaal, inaanu isu diyaarino oo nin walba meesha uu maanta joogo uu ka hormaro, horumar ha la sameeyo. adduunyada horumarkeeda waa la jecel yahay. nin walbaba shalay rabixi uu haystay ka badan buu rabaa, ninna ma doonayo inuu meeshiisa hore joogo. waxa inteena badan dibadaha usoo saaray eenu soo cararnay maaha in khubzi iyo rooti iyo midna la waayo, maaha. nin walbaba nolol fiican armaad heshaa buu islahaa. war meesha u baahan in loo cararo, fafiruu ila allahi, waa xaggee? fafiruu ila allah, ilaahay xaggiisa in loo cararo. oo meesha maanta aad taagan tahay aad ka hormarto fii taacatik, shanta salaadood haddii aad si wanaagsan u tukato waa fiican tahay, sii kordhi. ramadaan baa hadda nagu soo socda, shahru larbaaxi baa nagu soo socda, inaad khayrka maalmahan sii barato oo naftaada kusii laylido oo dacada ilaahay badsato oo dikriga ilaahay badsato. yani yaan idinka iloobin waxyaalaha jannada midhaheeda qarsigeeda dardaaran baa lanooga tegey. nabi ibraahim calayhi salaam nabigeenna way kulmeen samada dusheeda isku arkeen, wuxuu ku yidhi ibraahim, uu nebi maxamed ku yidhi calayhima salaam, aqri ummataka minni salaam, ummaddaada igu salaan, waxaanad u sheegtaa jannadu inay dhul fiican oo macaan tahay, biyaheeduna aada u macaan yihiin, ayna ban tahay oo bannaan tahay, wa anna giraasahaa, giraaskeeda iyo midhaheeda abuurteeda abuurkeeduna inuu yahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu allahu akbar inuu yahay. marka yaan taa lagaa badsan, yani haddii maanta nin uu kun goor ka akhriyay subxaana allah, waa inta uu kaa badan yahay, uu kaa geed badan yahay jannadu.